الطاقه، لان السيده ما عندهاش الوقت باش نزيدوها البيوت. دونك الطول ديالها هو علاش ما بقاتش مي فيها مي راه تحماقوا عليها الناس. 18 مليون و 12000 ريال هاي مضمه ديال بابيون، تبارك الله الصفه ما نتذكروش، مضمه محزمه بالذهب وشي حاجه تبارك الله تموليك في ابهى الحلال بالنقش. الصفه من اللور ومن القدام كما قلت لكم اللي كتلبس في الطول ديالها قلنا 80 بشحال الطول ديالها 80 سنتيم ما وصلاش تيكي تا. كنت انا نعطيكم الطول ديالها بالنسبه للطول ديالها هي الا بقى عقلي ينفعني 84 ديال السنتيم وي في 84 ديال السنتيم مضمه ديال الذهب اللي كان من نصيبها. مرحبا والف مرحبا. 18 مليون و600 غرامات فيها 301 غرام علي نص كيلو ديال الذهب. والدخله كيما قالوا الزواقه فيها البابيونه، المرايه ديالها شوفوا الصفه ديال المرايه والنقش غدا كلها نقش مضمه رائعه جدا. مضمه كتحمق درتي ذهبك بارك عليك ديري المضمه. وكاينه واحد النباله تبارك الله اللي كتعشق دير شي حاجه ازليه وشي حاجه قديمه بزاف وشي حاجه ما شاء الله خدمه قديمه في واحد النباله ديال فضيله، موديل رائع جدا وموديل قديم بزاف ثقيله لان فيها الثقل اللي 72 غرام باش تعرفوا النبالات القدام كلهم كتلقاهم من 60 غرام للفوق. الساروت ديالها على الطراز القديم جدا فوالا هذا هو الساروت ديالها كتسد بحال الفقارن ديال المضام مشد هاد المشد هذا ما كيخرجش ديري له حتى واحد البوس باش يبقى واحد الفران باش ما يخرجش كاع بسم الله فوالا. وكتجي مضمه والزواقه فيها من الداخل راه ما يمكنش زواقه تبارك الله فنه 50400 درهم 5 مليون و 8000 ريال شي حاجه تبارك الله ديال التاريخ شي حاجه اللي قلت لكم التاريخ التاريخ. كاينه واحد السلسله ديال الحجوجي بالقلوي الذهيبه اون غوز القلوي اون غوز فنه كتبقى ب 14500 درهم 1450 ديال الاورو مليون و 90000 ريال فيها 23 غرام فاصله 33. كيجي البوندونتيف ديال القلوي انتغريم دوبل من اللور وكتجي فيه السلسله ديالو حمراء فنه راه فيها الطول كيجي بحال دومي سوتواغ مبرع البراسلي د الروزا بوحدو كاين اختي مع خاتمو انا غندوزو لك دابا كاين مع خاتمو براسلي ديال الروزا مع خاتمو شوفوا على خدمه فيه 13750 درهم بجوج بهم 13700 وما اختي بلاتي الا بغيت تحلي هذا مع مزير شويه ربي ما شوفيني باش تفك البراس عرفتي حيت الطفران انا غادي غير حيت الطفران بسم الله اسمح لي فرانا النيت صافي براسلي تبارك الله ديال روزا بالخاتم ديالو هاهما بجوج اختي ب 13750 درهم 1375 ديال الاورو كلشي غزال ما شاء الله الله يحفظك ام البنين الله يكبر بك جوج المليون و 75000 ريال بالنسبه للقطر ديالو نعطيك القطر ديالو القطر هنا كنهضروا على القطر ديال 5.8 وجوج سنتيم في لاباك ولا 1.9 واحد فاصله كلشي يلبس الخاتم ما عندناش فيه مشكل او ما ديري لهم اختي السكرين خاتم ولا اروع خديمه في الناس موية مرحبا خديمه دروزه المومو ام صفاء كاع هادشي اللي كتشوفيه ميزات كاين شي ميزات له ميزات هما نتوما
ها الميزات، ها ها اللويز، ها انا اختي العزيزه ديري اللويز، دير 4500 درهم اللويزه، ها فين بغيتيك عرفتكم صحابه تخبع الفلوس، ها هما 100 مليون هنايا ناعسه، وديريها وحطيها تحتك وبلي جات تقول لها بح ما عنديش سلفيني، ها ويلي لا سلفيني. انا عطيكم واحد البراسلي فيه 13 غرام فاصله 10 مضروبه في 580 غيبقى لكم ب 7600 درهم، 760 ديال الاورو كارتي، فيه بحال فيه ثلاثه البراسليات ومزادين، هذا اون نور روز اون نور بلون اون نور جون سامبل، صبن وعاود ما تحيدش من يدك، القطر ديالو 6.3، سبعة آلاف وستمية درهم، 760 ديال الأورو، كاين واحد الكلو تا هو ما شاء الله الكلو باللوينات، فيه لوينات فنين، فيه 14 غرام فاصلة 51، ديجا بامال، هدا 8400 درهم، 840 ديال الأورو، 168000 ريال. كاين عندي الكلاش تا هو 8850 درهم، 885 ديال الاورو، 8850، 177 الف ريال الكلاش ديغرادي العريض، كيجي غير زينك وكيجي القطر ديالو اللي كتلبس 6 ديال السنتيم في القطر ديالو، بالنسبه للكلو هادو كلهم تريو يجي مع بعضياتو فن 5.9 الكلو والكلاش والسامبل ولا احلى، تشكيلات فنين هادو اللي عزلتي منهم شي تريو غادي ديري تريو ديال الهبال، اللوينات والسامبل والكلاش والمميجات، براسليات تبارك الله ديال اللبوس وفي نفس الوقت كيعطيو له شارم، وكاين هاد الاكس هذا كيبقى ب 7800 درهم، 780 ديال الاورو، 156 الف ريال. القطر ديال الاكس واحد اللي بقى اللي كان من نصيب الله يسخر ليها 5000 5 سنتيم فاصل 4، شوفي دابا لا اله شحال درنا دابا ديال الوقت، نزيدوكم شي شويه ديال دكليبرا، دونك الناس ديال دكليبرا عندي لكم دكليبرا فنين، هاد الكليبرا غنبارطاجيهم هادو كلهم ب 550 درهم، يلا اللي مازال ما خداتش الكليبرا سي ماتنو او جامي، بقى ليا خيط خيط من كل سرتله، هذا غيبقى ب 5850 درهم، 585 ديال الاورو، 117 الف ريال، القطر ديالو 6 سنتيم، وكاين 10 غرام فاصله 66 5850 درهم، هذا القطر ديالو 6، مع هذا راه يجيو خوت هادو، هادو راه يجيو خوت هادو، وكاين اللي كبير في الدوره 5300 درهم، 530 ديال الاورو، هذا الدوره ديالو 6.4، مرحبا اللي بغات شي واحد من هادو تواصل معنا بلا في الخاص 06 31 01 35 73، كاين واحد مولاي تبارك الله السكوت في حضره الجمال جماله، خدمه نقيه ورائعه جدا، وبقى حتى يجي الصيف وما تلقي ما تلبسي، عاد جري عند دايبي ما تلقاي لا موديل وتلقاي الثمن وتلقاي كلشي طالع، شوف شوف الحلقات تبارك الله شهوه منه، الخاتم نسخه الطبق الاصل والبراسلي شهوه منه، اونصومبل مين ما جميعو اونصومبل غزال، والدواق للدواقات وشي حاجه تبارك الله معروفه بالتقاليد المغربيه، التقليدي كيبقى تبارك الله احسن حاجه، تقليدي ولا اروع، كوليه ديال الهبال فيه
الحاجة اللي قصتيها تبارك الله كتنسيك في الأخرى. قولي ما شاء الله تبارك الله كيجيب الوريضات، كيجيو 6 ديال لي موتيف فيه وكتجي 7 الوسط، سونتر غزالة كبيرة. الحلقات تبارك الله كيجيو على هذا الشكل هذا بالبليليطة ديالهم، البليليطة اللي فيه مسدودة ماشي البليليطة فيها خضرة، كيجيو فيها الروزات لتحت. البراسلي تبارك الله نسخة طبق الأصل، ولا باق شهوة منه، لاباك شي حاجة غوبيست وقاصحة. لا ولا البراسلي بالنسبة للو موديل كيبقى ب 4480 اورو كامل، اللي هي 44800 درهم كامل، لو كولي والبراسلي والحلقات ولاباك 44800 اللي هي 4,096,000 ريال كامل لونسومبل. مرحبا، ديري لو اختي سكرين. البلدي كيما قلت لكم شهوه منو، كاين واحد لونسومبل رائع، لونسومبل دار الرفيع. لونسومبل دغورميت فيه واحد القطيعات فن، فيه الخاتم والخال حلقات. انا نشد لكم في يدي البوندونتيف، حلقات تيتسدو طراقيات بهذه الطريقه. البوندونتيف كيجي بالشكل الدائري اللي كيعطيه لو شارم مع شي سنيسلان بهجه. البراسلي صحيح، حويجه ديال الدوام، حويجه ديال تبارك الله ديال الخدمه، وفي نفس الوقت انيقه وعصريه ورويميه. اللي بغيتي موجود، بغيتي الرومي موجود، بغيتي البلدي موجود، بغيتي اللي بغيتي اللي بغيتي، اللهم بارك. مع رويال دي بيجو مش حتقدر تغمض عينك. 15,500 درهم كامل، 1,550 ديال الاورو، 15,500 درهم كامل، اللي هي 1,110,000 ريال. مرحبا. ها هو اللي بغاتو دير له السكرين، القطر ديال البراسلي كيجي فيه 5.8. وتبارك الله عليكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم نعاودوا في اللايف ديال الاربع ان شاء الله شي بروموسيون عزاز وغاليين. وما تتصابيوش وما تابعونا، بالنسبه للدفع راه تيكون قبل الاستلام، تصيفطوا لنا السكرين لي زارتيكل ديالنا. اللي عنده شي سؤال دابا تسولو، ما حديت تنشوف دابا لي كومونتير، السميه والكنيه والادريس والنمره التليفون والغوسو ديال الفيرسمون. ومرحبا كتوصلك الامور حتى للدار، مرحبا والف مرحبا. تبارك الله عليك اسي العزيز، الله يكبر بيك، هذا غير من كرمك وجودك، الله يحفظك.